حناخد رسمة مبسطة لتوضيح هذه الضغط، وأيضا حكون هي رابط ليش للدرس اللي كنا نشرحه فيه الآن. لو قضينا أنبوبة ووضعنا بها ثلاث فتحات لاستخراج الماء، حنلاحظ أن في الفتحة الأولى بالنسبة هذا هو السطح، نحن نحكي على سطح الماء من أعلى السطح إلى الداخل، عدد جزيئات الماء هنا. في المستوى الثاني زاد عدد جزيئات الماء فزاد كمية الدفع الماء. في المستوى الثالث زاد عدد الجزيئات فزاد معدل تدفق الماء. اللي حنتحصل عليه أن كلما زاد العمود زاد من الضغط، كلما زاد العمود زاد عندي من الضغط. فلهذا لاحظنا أن في الحالة الثالثة كان معدل التدفق من أكبر. ليش؟ لأن عند هذه النقطة، هذه النقطة حيكون عدد الجزيئات الماء يعني عمود الماء حيأثر بضغط أكبر، حيأثر بضغط أكبر. فلو فرضنا أن الشخص هذا قاعد موجود هنا، فرضنا أن الشخص قاعد على مستوى معين عند الاتش 1 حيكون ضغطه بسيط، عند الاتش 2 حيكون ضغطه أكبر من الاتش 1، عند المستوى الثالث حيكون ضغطه لو فرضنا قاعد في عمق حيكون ضغطه أكبر من اتش 2 واتش 1، لأن كلما زاد في العمق إذا زاد من ضغط الجزيئات على هذه النقطة. باش نحسب، لاحظت أن عندي عوامل مهمة في الحديث اللي هو طول العمود، كثافة السائل لو تحدثنا عن هواء أو لو تحدثنا عن ماء، هذه كل الجزيئات إذا حنحتاج إلى الكثافة، والكثافة حنستخرج منها عدد الذرات الموجودة في مساحة أو معينة أو حجم معين، وشدة المجال الواقع على هذه النقطة. حنحسب، حنحول صيغة القانون إلى رموز. ب كما اتفقنا أنه هو الضغط، الاتش اللي هو يساوي طول العمود، البي هذه اللي هي تمثل لي كثافة السائل، والجي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، وحكون عندنا الثابتة. إذا لاحظنا أن بما أن عجلة الجاذبية ثابتة، إذا اللي أتحثر أثر لي على الضغط لي من ارتفاع عمود وكثافة السائل، الاثنين هذين حيأثران على الضغط عند نقطة في باطن سائل. نستنتج من هذه المعادلة أن الضغط عند نقطة في باطن سائل كما حددناها تو تعتمد على من؟ على العمق وعلى الكثافة. أما عجلة الجاذبية الأرضية فهي قيمة ثابتة. نأخذ مثال وضحوا فيه كلام هذا. أوجد الضغط الذي يعمل على غواص عند وجوده على السطح، حنرسمه كيف، ولو فرضنا أن دخلناه إلى عمق 10 متر حنشوفه حتى شن حيصير عليه، علما بأن كثافة الماء أعطاني كثافة الماء وهي قيمة ثابتة، حتى لو أنه ما استخرجتش لنا في المسألة، ضروري الطالب يعرف أن كثافة الماء تساوي 1000 كيلوغرام متر مكعب بالناقص، وعجلة الجاذبية 10 متر على الثانية تربيع. حنشوفوا المثال اللي شرحناه بشكل مبسط. هذا السطح وعندنا في الحالة الأولى عند السطح، لما يكون الشخص عند السطح إذا اللي حيأثر عليه هو من؟ حيأثر عليه الضغط الجوي البي او. البي او كم تساوي هنا؟ 1.013 في 10 أس 5 من باسكال. إذا الضغط عند السطح يساوي كم؟ 1.013 في 10 أس 5 وهو يعادل من؟ 1 ضغط جوي. لو دخل الشخص إلى عمق 10، يعني هنا نزل عمق من 10 متر، يعني الاتش كم تساوي 10، وعندي كثافة السائل وعندي عجلة الجاذبية. في الحالة هذه شو صار للشخص اللي موجود عند هذه النقطة؟ الشخص اللي موجود عند هذه النقطة أصبح عليه ضغط أكبر. منين ناتج الضغط الأكبر؟ ناتج من الضغط الجوي وضغط العمق. في هذا المطلوب الأول. في المطلوب الثاني حيكون الضغط الناتج هو الضغط الجوي زائد ضغط من العمق. وبدي ذكرنا القانون وقلنا حناخذه بالتفصيل في الحصة وهو تو قاعدين فيها. الضغط الجوي ثابت 1.013 في 10 أس 5 زائد القانون بتاع الضغط العمق. شن قلنا هو الاتش اللي هو العمق في الكثافة ب، وعندنا من عجلة الجاذبية الأرضية. كل متوفرات كل متوفرة، هنا الاتش اللي هو العمق، هنا الكثافة وعجلة الجاذبية. 10 في 1000
في 10، حكون عندي 10 في 1000 في 10. العشرة هذه أسها 1، وهذه أس 3، وهذه أس 1 بعدد الأصفار، حيكون 1 2 3 4 5. إذا الناتج اللي حيكون عندي أنا كم؟ 10 أس كم؟ 5. العشرة أس 5 هذه أسها المضروبة في كم؟ مضروبة في 1. وهنا 1.013 مضروبة في 10 أس كم؟ 5. 1 و1 معناها الناتج حيكون كم؟ 2.013 في 10 أس 5 من باسكال. هنعاوده للتوضيح. كان عندي الضغط عند السطح قلنا هو يعادل 1 ضغط جوي. بمجرد ما انتقلنا للخطوة الثانية أو المطلوب الثاني على عمق 10، لاحظنا أن في العمق حيتغير عندي كثافة السائل، حيتغير عدد الجزيئات على هذه النقطة، حيقع علي تأثير عجلة الجاذبية والعمق اللي هنا موجود عليه. إذا الحصيلة النهائية حكون هي ضغط السطح وضغط العمق. إذا هذا كله حيكون هو الضغط الواقع على هذا الشخص. باش نحسبوه حيكون الضغط الجوي زائد ضغط العمق، وضغط العمق هو الارتفاع في الكثافة في عجلة الجاذبية. 10 في 1000 في 10 حيكون ناتج 10 أس 5. العشرة أس 5 أصلا مضروبة في كم؟ في 1. 1 و1 حيكون 2.13، والعشرة أس 5 تنزل كيف ما هي باسكال. موجود الحل عندنا، بس كان للتوضيح. الحل الضغط الذي يعمل على الغواص عند وجوده على السطح، اتفقنا انه هو يعادل الضغط الجوي 1.01، يمكن تكتب الثلاثة او تستثنيها ما فيش مشكلة، في 10 أس 5 باسكال. وفي المطلوب الثاني الضغط الذي يعمل على الغواص عمق، اذا حيكون عندي ضغطين اللي هو ضغط الجوي وضغط العمق، وضغط العمق 10 في 1000 في 10. طلع عندي هنا 10 أس 5 الأساس بتاعها 1، 1 و1 حيكون عندي 2، 2 في 10 أس 5 باسكال. انتقال إلى الضغط السوائل في الأجهزة الهيدروليكية. هنشوفوا شكل الجهاز الهيدروليكي. هذا هو شكل الجهاز الهيدروليكي. هو جهاز يستخدم لحساب حساب القوة على نقاط معينة، باعتبار أن الضغط في السوائل في الارتفاعات او في الاعماق المتساويه حيكون متساوي. يعني العمق هذا عند النقطه واي يساوي العمق عند النقطه من اكس. اذا الضغط اللي حنسلط على هذه النقطه يساوي الضغط المسلط على النقطه من اكس، بس باختلاف من المكابس. المكابس هذه تستخدم في عده استخدامات، منها اجهزه رفع السياره اللي موجود عندنا في الورش الداخليه. عندنا هنا مساحه صغيره فسميها اي اكس، والمساحه الاكبر حنسميها من A Y. بمجرد ما نطبق الفكرة أن الضغط عند أعماق متساوي، حنجي نشوف هنا، فأنا قلنا الضغط عند Y يساوي الضغط عند X، إذا ال B Y تساوي من ال B X. ال B هي F على A، وال B الثانية F على A، بس أنا مسميها بيش بال Y، فتقعد F Y على A Y، والثانية بال X فتقعد F X على اي اكس. شوفوا، اذا الضغط الاكس هو اف اكس على اي اكس، والضغط الواي اف واي على اي واي، والضغط عند هذه النقاط متساويه. نقدر من المعادله هذه نستخرج اي مجهول، نقدر نستخرج القوه المسلطه على المكبس الاكبر او المساحه المكبس الاكبر، او نستخرج القوه المسلطه على المكبس الاصغر او المساحه المكبس الاصغر. وهنا كان توضيحي بس لو فرضنا نبي القوه على المكبس الاكبر، فحنضرب طرفين في وسطين، حكون عندي الاف اكس في الاي واي، الاف اكس على الاي واي، اف اكس على الاي واي مضروبه في من؟ في الاي اكس. بما ان مساحه اي واي حتكون اكبر، لما يكون عندي مساحه اكبر، المساحه اكبر، فان القوه عند هذه النقطه حتكون حتى شنو؟ اكبر. ناخذ مثال للتوضيح من الشكل اللي حنرسمه توا. مكبس هيدروليكي تبذل عليه قوة مقدارها 15 نيوتن على المكبس الصغير، يعني اللي موجودة على المكبس الصغير هنا حكون عندي كم؟ 15 نيوتن. وعلى المكبس ومساحة المكبس الصغير هنا عندي 0.025 من 100 متر تربيع، يعني عطاني القوة وعطاني المساحة. ومساحة المكبس الكبير تعادل النصف متر تربيع.
شنو مطلوب مني؟ طالب مني أول شيء حساب الضغط الذي يبذل على المكبس الصغير. حنشوفه باستخدام القوانين، نستخرج بمعطيات، وقلنا أهم شيء عندي هو عملية استخراج من معطيات باش توضع عندنا صيغة السؤال. هنا عندي القوة، بس القوة على أي مكبس؟ الصغير، ونحن رمزنا القوة على المكبس الصغير AX. وعندي مساحة المكبس الصغير وهي AX، وعندي مساحة المكبس الكبير اللي هي الـ AY، والمطلوب هو الضغط على المكبس الصغير اللي هو الـ BX. الـ BX هو الـ AX أو الـ FX على الـ AX. عندي الـ FX والـ BX أو الـ AX، إذن عبارة عن تعويض مباشر. عندي القوة الأولى 15 على الـ AX، حيكون عندي 0.025، حيطلع الناتج ما يعادل 600 باسكال. هذا هو الضغط على المكبس الصغير، والضغط على المكبس الصغير يساوي الضغط على المكبس الكبير، لأن في الجهاز الهيدروليكي الضغط في السوائل متساوي، إذا استخرجت الضغط عند هذه النقطة فهو أيضا هو نفس الضغط اللي حيأثر على هذه النقطة. إذن حيكون الضغط AX يساوي ضغط من الـ AY، ويساوي كم؟ 600 باسكال. هنشوف الإجابة. الضغط على المكبس الصغير FX 15 والـ AX كم؟ 0.025، هنقسم حيطلع عندي 600 باسكال. إذا كان الضغط الأول يساوي الضغط الثاني فالـ BX تساوي BY، إذن الضغط المبذول على المكبس الكبير في المطلوب الثاني كم يساوي حتى هو 600 باسكال. نوصل إلى